هي طول الوقت بنشك ان هي مش قادره تتكلم مش قادره تاكل ولا تشرب طبعا لانه فقدت اعتقد هي كثير من اهاليها يعني ولولا انه ابوها معاها كان يعني البنت اعتقد انها ضلها تعبانه I feel like every time I heard a boom, if it's a door that has been closed or everything that might be sounds like the rockets falling, it's give me a panic attack. أنا عمري 11 سنة عشت ثلاث حروب وبعد أصدقاء استشهدوا فيها. أنا بتمنى إن غزة تصير مدينة آمنة زي باقي مدن العالم. Yeah.